صاحب القميص رقم 7 سجل هاتريك علي مبخوت، الان بنفس القميص بنفس الرقم وضعها بنفس الطريقة، علي صالح يسجل الان اول الاهداف، ومنتخبنا يبحث الان عن مصالحة جماهيره، عن الانتصار الثالث، عن النقطة التاسعة، عن الوصول الى العلامة الكاملة، عن الاقتراب لتخطي هذه المرحلة، يتقدم باول الاهداف من ركلة جزاء احتسبت من قبل حكم اللقاء هند قاسم وترجمت بنجاح من صاحب القميص رقم 7، اخر من سجل في شباككم كان يحمل هذا القميص، سجل هاتريك، الان يحمل القميص نفسه لكن باسم اخر، علي صالح يبدا الان المشوار ويسجل في هذه المباراه وفي هذا اللقاء واحد لشيء. نظرا للارقام وللفارق الامكانيات والجاهزية، والكرة فيها هدف للمنتخب اليمني، هدف للمنتخب اليمني، وأول الأهداف التي تسجل في شباك منتخبنا في هذه التصفيات. واحد لا شيء، واحد لا شيء، المنتخب اليمني اللي بدأ يأخذ أيضا جرعة شجاعة في شوط المباراة الثاني، يتحصل على خطأ بعد هذا التدخل في اللقطة الماضية والتسديدة من عمر الداحي، لكن النيران الصديقة من عبد الله إدريس تفاجأ خالد عيسى وتضع المنتخب اليمني في وضعية أفضل مع بداية شوط المباراة الثاني. أصبحت النتيجة الآن 1-1. كرة ثابتة الآن، طحنون، عرضية من طحنون عالية، المحاولة بالراس والثاني ارتقى فوق الكل، سجل الثاني عادل محمد على خطى والده، عادل محمد على طريقة والده، عادل محمد يعود مرة أخرى ويعيدنا إلى التقدم، هذا عادل وهذه أهدافه، هذا عادل وهذه أهدافه، وهذا حضوره، وهذه ارتقاءاته بالراس وضعها، سجل الثاني في شباك المنتخب اليمني، ارتقى فوق الكل عادل وسجل الثاني في شباك المنتخب اليمني. أصبحت النتيجة الآن 2، عادل يسجل الآن ثاني الأهداف، عادل من يقدم الحضور المميز مع بينتو ومع منتخبنا ولد مدينة كلباب.